صرحت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور بأنها كانت تتمنى أن تكون كلمة وقف إطلاق النار موجودة في قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية في غزة. أضافت وزيرة الخارجية أنها سعيدة بالقرار، إذ سيتعين على إسرائيل وقف القتال في قطاع غزة إذا أرادت الالتزام بقرار المحكمة. كنت أتمنى بالطبع أن تكون كلمة وقف إطلاق النار موجودة في الحكم، ولكنني سعيدة بالقرارات التي صدرت، وعلى وجه التحديد أنا كان لدي قلق من قراءة القرار أنه لن يذكر التقرير، ولكن مسألة إصدار التقرير كانت مرضية للغاية بالنسبة لي، لأن تقديم تقرير هو الذي سوف يساعدنا على رصد أن إسرائيل قد نفذت فعلا الإجراءات المطلوبة منها، وهذا التقرير يجب أن يقدم خلال شهر من إصدار القرار. هذا أمر مهم للغاية.